هنشوف مع حضراتكم كما تعودنا ضربة البداية مع مقالي وما قالوا، وكأن الانتواء كشف الاحتواء. الحقيقة كما لو كان فعلا كأس العرب انتوت انها تكشف المقولة الغريبة العجيبة بتاعت الاحتواء وسياسة الحكام، واحنا دلوقتي الحكم بيدير والإدارة دي سياسة والسياسة دي إدارة وده فن ودي محاضرات وبنحضرها وبنعملها، وكانت رسالة خطيرة جدا. وكأنه توجيه وصلونا إلى أن يتقال أن ده تقريبا توجيه من الاتحاد الدولي. أنك تحتوي، طبطب على المغلوب، مشي العملية جنب الحيط، لا يمكن، اطلع بالمباراة اللي بره الأمان. إحنا دلوقتي في فترة الاحتواء، إحنا قررنا الإدارة يا جماعة، الحكم قال للمساعدين احنا دلوقتي في المانجمنت في الإدارة، مالكش دعوة باللي انت شايفه. ده كلام انتهاك حقيقي لقانون اللعبة بجد. وبعدين سبحان الله يحصل اللي حصل ده كله، فتيجي بطولة كأس العرب تقدم الدرس الحقيقي في كشف زيف الاحتواء، وكأنها انتوت فعلا ان تكشف هذا الزيف، لأنه شفنا مباريات اعتقد ما فيش اعجب ولا اغرب من مباراة امبارح. صاحب الأرض والفرح والعرس والهيلمان والجمهور منتخب قطر، وبيلعب مع منتخب الجزائر، الحكم حسب 9 دقايق وقت ضايع، امتد الكام ل18 دقيقة، الحكم في الدقيقة 17 وكسر أو 18 بيحسب ضربة جزاء ضد أصحاب الأرض عشان يخرجوا من البطولة في الدقيقة 18. أنا عايز أتخيل حاجة بالله عليكم، لو اللي حصل ده حصل مع النادي الأهلي، تخيلوا أنتوا المشهد كده كان إيه اللي هيحصل؟ لو الأهلي الحكم مدي 9 دقايق وهو حكم أجنبي، والتسعة اتمطت ل18 وحسب للأهلي ضربة جزاء في الدقيقة 18، إيه رأيكم كان هيحصل إيه؟ الاستوديوهات اللي اتعملت في الكويت واللي في عجمان واللي مش عارف إيه، وصلوا التحكيم وصلوا الأهلي وصلوا بيتجامل، شوفوا الكلام اللي اتقال وصل لفين. لكن كان الدرس العربي الصريح كشف الاحتواء كمفسدة أو كرأي فعلا خطير جدا في توجيه الحكام. عموما مش هنفتي كتير، لكن معنا واحد من خبراء التحكيم الكبار الكابتن أحمد الشناوي. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا كابتن إبراهيم، ومساء الخير على الكابتن العدلي. أهلا يا كابتن أحمد. والحقيقة احنا كنا بنتكلم لأن أخطر قضية تم تفجيرها السنة دي فكرة إن تسييس القرار بهدف الخروج بالمباراة إلى بر الأمان والرفق بالمتضرر فنيا من المباراة، وكنا لنا رأي إن ده بيخرج بالأمور عن نطاق العدالة طبعا. فما يحدث، طلع الكابتن عصام قال والله ده انا بدي محاضرات دوليه في هذا الامر، ان من لا، ده توجه، وكان الاتحاد الدولي يعني سن هذه السنه. بس احنا ما شفناش كده خالص في بطوله كاس العرب، البطوله العربيه دي اللي يعني شفنا ان الناس 3 و4 و5 وبيطرد لعيبه وبيتحسب ضربات جزاء في الوقت المحتسب بدل من ضائع بعد امتداد الوقت المحتسب بدل من ضائع الى وقت بدل محتسب من ضائع. فانت راي حضرتك ايه، وكيف ترى ما حدث في كأس العرب ويعني ظلاله على التحكيم المصري؟ يعني بداية طبعا عايز اقول ان المفترض إدارة المباراة للحكم جزء مهم جدا من نجاح اللعب، نجاح المباراة معه، وان الحكم يتعامل مع روح القانون. لكن في مبدأ بيتقال دايما نقوله للحكام، روح القانون ألا تكسر القانون. ايوه، ما تبقاش دي شماعه بقى. ده المبدا، روح القانون بس ما تكسرش القانون. مش تقول عشان خاطر اصل الفريق ده مغلوب مش عارف ايه ما تحسبش ما تردش منه، لا، الكلام ده ملوش دعوه. لان القانون ما حددش الاخطاء
يعني الطرد امتى ولا الحاجه، قال لك في الثانيه الاولى زي الثانيه الاخيره، يعني ما فيش، طالما الكره في اللعب في اي وقت الطرد موجود يطرد، الانذار موجود ينذر. فالامر ده اللي انا عايز اقوله ان الكلام اللي بيتقال يعني للاسف الشديد ان الناس بتاخده بشكل ثاني، يعني او ما يمكن حكم يكون مفهومه للامر ده بشكل ثاني. ده اللي انا عايز اقوله. لكن اداره الحكم للمباراه ان هو ازاي دي المباراه طبقا للقانون، وازاي ان هو يعمل على انفورس لود اوف ذا جيم، ان هو ازاي يطبق قانون اللعب على في المباراه. اسمح لي بس ان اقول لك حاجه. امبارح اتفضل كابتن عادل وكابتن ابراهيم، مهمه جدا، حكم مباراه الامس بتاع مصر، يعني انا عايز اقول النتيجه والحاجات دي كلها مالناش دعوه بيها، ولكن الاداره عنده كانت يعني شيء من الرعونه شويه. ده الحكم الايراني بتاع مباراه مصر. الحكم الايراني. بالظبط، علي رضا كان عصبي جدا. مش ده يعني بالظبط يا كابتن. الى جانب ان هو بقى في تباين، يعني هو في الشوط الاول ادى 5 دقايق وقت ضايع. والتبديل ايه؟ مفيش تبديلات، مش كده ولا انا بتكلم؟ بالثانيه حسب 5 دقايق وثانيه راح ناهي. يا سلام يا كابتن، يا سلام يا كابتن عادل، ما لسه انا جاي لك بقى الحاجه المهمه. في الشوط الثاني في 4 تغييرات لمصر، صح؟ وبعدين ادى 3 دقايق. الجول جه في الدقيقة 4:15. يعني في 75 ثانية مضافة. إذا النهاردة أنت النهاردة يعني الوضع، الكرة جت ركلة مرمى وشفع، إشمعنى هنا ما صفرتش في 3 بالظبط زي الشوط الأول؟ طب خليني بس أتكلم معاك كمصري بقى. الحكم لما مد الوقت ما يعرفش مين اللي هيسجل مبدئيا. انا معاك يا كابتن. انا لا لا لا، انا بكلمك كمصري. انا معاك، انا مش ضد. لا لا، انا لاحظت ان كل الناس بتتكلم في الحكم له اخطاء تانية في عصبيته في اداره المباراه، لكن في حته تقدير الوقت. لا استاذ ابراهيم، انا بختلف معاك في حته. ان انا داخل على وقت اضافي. يا سلام عليك. بص بقى يا كابتن. ايه المبرر؟ افرض ان مصر هي اللي جابت الجون. استنوني. بعد دقيقه و15 ثانيه كانت برضه نفس. بس افرض الثلاث دقائق دول لب الموضوع اللي انا كنت داخل فيه. طيب هي بس على حته وقت المباراه يا كابتن وسلطه الحكم التقديريه. استنى اسمعني اخلص كلامي. اتفضل. متى يمتد، يعني لو حصل مخالفه متى يمتد الوقت اللي لتنفيذها؟ ضربة الجزاء. طيب اذا كانت الثلاث دقائق دول استهلك فيهم وقت. تعالى بقى يا كابتن، تعالى يا كابتن بقى اللي قالها كابتن عادل. انا النهارده في وقت اضافي انا اصفر، لان انا كده الوقت خلص، انا ما صفرتش قبل الوقت. ايه عداله للفرقتين؟ طيب انا عايز اقارن لك بين الايراني والبولندي. لا، ما انا جاي لك بقى. البولندي، ما انا كويس انك قلت لي الايراني والبولندي، كنت جاي له كمان. البولندي الناس استشعرت باضافه 9 دقائق وقت ضايع ان هناك شيء في نفس ايه؟ يعقوب. بالظبط كده. يعقوب البولندي. لكن باحراز، ازداد هذا الشك باحراز قطر هدف التعادل. أيوه. صح؟ ايوه. ولكن باحتساب ركله الجزاء انتفى هذا الشك. اذا ظهر انه فير شويه. لا، اذا هو النهارده الراجل ما عندوش الغرض ده. اي بالظبط، الغرض انتفى. القرار اللي هو خده والحاجات دي كلها. تمام. انا ده اللي انا عايز اقول لك. لا نرجع بس اهم، سيبك من الغرض وسياق المباراه. هو في حصل حاجه تستوجب مد 10 دقائق على الوقت المحتسب بدل من ضائع؟ هو ديل يا هو كابتن شناوي. كابتن شناوي، ما احنا مش بنقول ان دي شطاره او انك منه. قطر جابت في الدقيقه 97 واحتسب ضربه جزاء في الدقيقه 100 ومش عارف. لا، الفكره ايه المبرر لمد الوقت؟ لو في واحد اتعور وبيتعالج ماشي. رغم ان احنا قلنا شككنا وعملنا، الحكم النهارده باضافه الوقت اللي عمله ده، باضافه الوقت الزياده اللي هو تجاوز في، يعني في تقديره كان تقديره بزياده جدا،
الامر ده خلى تشكك عليه، الى جانب النهارده هو اللي حط نفسه برضه مسار ومحل شك. ما هو نفس الشيء، انت داخل على وقت اضافي. لو عندك لو واحد وقع اتعور، لو الجون وقع اتعور وقعد يتعالج 10 دقائق بمدهم، لكن اذا ما كانش حصل حاجه كده يبقى ايه المبرر؟ هو دي النقطه. ده لو اذكركم بحكم اللي هو بتاع مباراه مصر والاردن، لما الجول كيبر بيضيع وقته قاعد على الارض، لما قاعد على الارض قال له غيرني. بص في الساعه حوالي دقيقه وعده وما غيروش، ما ادالوش انذار وما حسبش الوقت الضايع ده. صحيح. ما اضافوش الوقت. طيب هو عمليا بس اللي بيحصل في حته الوقت يا كابتن، لانه لما يحسب 9 دقائق ويضيف عليهم 9 كمان، معناها انه مفيش دقيقه اتلعبت في التسعه الاولانيين، واخد بالك؟ بدليل ان هو اللي ضاع من الاول 9 فاداهم 9 ثم 9. هل عمليا بيحصل بيستخدم ستوب ووتش ولا ايه؟ لا، ما هو خلي بالك، ما هو ده اللي انا يعني ده اللي انا بستغربه، ان احنا ما عندناش تايم كيبر. مفيش في كره القدم، مفيش. والحكم والقانون ترك الحكم انه يقدر احتساب الوقت البدل الضائع، يقدر السلطه دي لانهي مدى يا كابتن؟ ما انا التقدير اللي اي مدى؟ التقدير شرط ان يكون قريبا من الصح، يعني لو انت عملت فعلا الوقت الفعلي الضائع مثلا 8 دقائق وهو ادى 6 دقائق ما بعدش، لان هو ما بيوقفش ويمشي. أيوة. لكن ما ينفعش يدي 3 دقائق، ما ينفعش يدي 4 دقائق. يبقى هنا التقدير عنده ما زادش مني، يعني مش مظبوط مؤكد، لان التسعه بقت 9 كمان. معايا انا 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 يعني على قد ما انا شايف ان الدرس اللي يهمنا احنا ان ما كانش فيه الحنيه بتاعتنا هي مش بقى احنا مش عايزين. بص لا والله كلمه بص انا هقول حنيه، انما انا عايز اقول يا كابتن كلمه ان انا اقول انا بلغت المساعدين انه وقت الاداره، يعني سيبك من القانون، احنا دلوقتي بندير. لا بس خلي بالك يا كابتن عادلي، الاداره طبقا للقانون، مفيش اداره. ما هو اللي حصل مش كده. يعني ما ناخدش الكلمه. لا يعني وقت يعني هل الحكم بالاداره يسمع بيتوجه له كلام زي اللي ظهر للكابتن محمد عادل وما يتخذش موقف فيه؟ اصل انت بالذات اداره ولا قانون؟ بالذات انت ايام ما كنت بتحكم، لا ده انت ما كانش عندك قلب، يعني انت كنت من الحكام التي تتسم بالحده في تنفيذ القرارات. وانا فاكرك وياما نرفزتنا، بس كنت دي الحده، بس ما كانش في فار برضو. لكن في حده. فالنهارده انا لما اجي اقول وقت الاداره وبعدين يحدث مفارقات في المباراه، انا مش اصل فكره الخروج ببر الامان، يعني انا مش دور الحكم الا في حاله واحده، اذا استشعرت ان انا صفارتي قد تؤدي الى اضطرابات في المباراه وخروج على السيطره. ده بيلغي بدون اعلان. لا بيحتوي ويكتب في تقريره اضطريت، عشان الكلام ده يتحاسبوا عليه بالظبط كده، اضطريت ان انا اكمل، لكن انا قراري ان انا كنت بلغي في الدقيقه كذا. هو ما بص يا كابتن عادل، انا عايز مش عارف ليه مش بنمشي في الحاجات زي ما هي بتتقال. يعني ما المشكله كابتن عادل، انت بتتكلم في حاجه مهمه جدا. انت خلي بالك التقنيه اللي دخلت اللي هي الكوميونيكيشن سيستم اللي هو التواصل السمعي ده اللي ما بين الحكام، خلى الكلام ده بيحصل. يعني خلى يا جماعه نركز شويه، فممكن الكلام بيتاخد بشكل غير الشكل، يعني الحكم يبقى قصده ان احنا نركز ونخلي بالنا ما نسيبوش حاجه. التانيين يقول لك ايه، نركز شويه بقى لحسن الماتش كده بقى صعب، خلاص مش هنزلوا اكتر من كده. طيب عايز اقول لك من خلال بقى البطوله، لانه اكتر حاجه لاحظناها غياب التحكيم العربي في كاس العرب نفسه. يا سلام، انت يا كابتن عدلي ايه، انت عارف انا امبارح في مداخله قلت ايه؟ مع تقدير واحترامي للعرس الكروي العربي الجميل، انما كان هناك يعني شبه يعني جنازه للتحكيم العربي. صحيح، لان مش شايفين حكام عرب في يعني كاس العرب. يعني خلاص، يعني عقمت ارحام العرب خلاص أن يكون هناك
حكم فار ولا حكم في الملعب عربي واحد. طب ليه يا كابتن؟ تفسيرك ده ايه؟ تفسيرك لده ايه؟ انا شايف ان كده يعني التحكيم العربي لن يكون له وجود في بطوله كاس العالم. وجود يعني ايه؟ ان يلعب هيبقى على هامش البطوله. حاجه كده يعني زي ما تقول ضيوف شرف. او يعني ايه يعني شرف التمثيل. يعني كلام من ده. لكن لا، فين المشاركات العربيه اللي كانت موجوده للتحكيم العربي من ايام علي قنديل الله يرحمه 66 و70 وبعد منه الحاج مصطفى كامل محمود وبعدين فاروق بوزو وبعدين الليبي وبعدين الجزائري وبعد كده جه ناجي جوي وبعدين بن ناصر اللي عمل مصيبه وعلي بوكسيم وعلي بن ناصر والناس دي كلها وجمال الغندور وناجي جوين وجمال الغندور واحمد وعصام يعني الناس دي كلها عصام عبد الفتاح وجهاد جريشة وجه احمد والنبي المشكله وجه احمد المشاركات بعد يعني بعد 98 اصبحت يعني مشاركات يعني يا دوبك ضيوف شرف موجودين بس. والله احنا اللي عملنا في نفسنا كده يا كابتن. والله انا يعني انا كنت موجود في الفيفا وانا شايف ان هم يعني المفروض ان هم لو هم عايزين يطلعوا تحكيم عربي من خلال البطوله دي هم بيشرفوا عليها يحطوا على الاقل حكمين عربيين يشوفوهم. حتى اللي هم من ضمن اللي مختارينهم مرشحينهم للمشاركه في كاس عالم 22 في قطر. الامر صعب جدا. انا يعني الشيء اللي يعني مستغرب له جدا ان الصحافه العربيه كلها سعيده جدا بالبطوله وبالاداء اللاعبين وتناست تماما التحكيم. وده شيء يعني انا عايز اقول بيبقى صعب. لا هو انا رايي ان ده امر متعمد ملوش علاقه بالكفاءه. يعني انا رايي ان الموضوع اصل احنا ده طب ما اللي نقول حكامنا بخير ما هم بخير هم حافظين القانون طب ما هو طب يعني طب يا كابتن بس عايز اكمل لك وجهه نظري في حته التحكيم. لما بنيجي نقول عايزين حكم اجنبي للمباراه ما احناش بنقول لعدم درايه الحكم المصري بالقانون او بنقول لانه مش كفر بنقول لاعفائه من الحرج لانه تحت ضغوط ممكن معينه وده مش عيب وده مش غلط. ايوه اما الكفاءه يعني فيها مشاكل ده ليه نرفع الحرج عن الحكم المصري ماشي واحنا مدينه كعرب ارتضينا ان بطوله فيما بيننا يحكمها اوروبيين وحكم ايراني. طب لا دي بقى ما ده اللي انا مستغرب له صحافه عربيه ازاي يعني يعني سكت على حاجه زي دي يعني دي ما بتسكتش على اي طب ما تسالوا كده وتجيبوا لنا تفسير. هل ممكن تكون نتيجه ان مثلا الاتحاد السعودي عنده رئيس لجنه حكام اجنبي ومش عارف ايه فبيبقوا يعني بيروحوا ناحيه الحكام بتوعهم شويه؟ والله انا عايز اقول يعني الحكام العرب يعني مش عايز اقول ما يقلوش مش هيقلوا يعني في ناس مستواها ما يزيدوش عن حكام عرب برضه على طب كبيره جدا. القرار ده كان عند مين؟ عند لجنه الحكام في الاتحاد الدولي ولا في الاتحاد العربي؟ اللي هو اختيار حكام كاس العرب. اختيار ده للفيفا اللي مختاره. الفيفا. لا خلي بالك يعني الاتحاد العربي بره الموضوع. يعني عرب فيفا كاب يعني دي بطوله الفيفا. بطوله الفيفا مش بطوله بطوله الفيفا حتى وان حملت اسم العرب. لا هي الفيفا نظمت بطوله للدول العربيه. هم خلي بالك هم عملوها يعني بديله لكاس القارات لاختبار قدرات التنظيم في البلد المنظمه ك زي ما تقول يعني بروفا لكاس العالم. هو معاهم حق الحقيقه لانه برضه انها تقام في قطر دوله حجمها صغير هيجي عليها اعداد كبيره من المنتخبات في ظروف احترازيه في حضور جماهيري في ملاعب جديده في وسائل طبعا. فكانت محتاجه هذا العدد لاختبار القدره. طب اذا كان ده قرار الفيفا انا معاك في القلق بقى لانه ما شافوش ان في حد من الحكام العرب يستحق. يا كابتن ده جابوا خدوا من افريقيا يعني على اساس ان افريقيا قاره هي تحمل ممكن تقريبا نص فرق او يعني 40% من فرق العربيه جسامه وخدوا سكيزوي
كل واحد لعب يعني ماتش، وهم المفروض لا احنا اللي اولى. كنت اخد انت رشحهم الجزائري المغربي اللي انت رشحه، كنت حطه حطه في البطوله زي دي. مش عارف يعني فلسفه غريبه جدا يعني. مصريا كانت قال ان في حد مسافر وجاله كورونا، ده صحيح؟ مين ده؟ كان ابراهيم رايح كفار، حكم فار، كان رايح فار في البطوله دي، في البطوله دي. يعني حتى الكورونا سكترت علينا، حكم فار في البطوله. يعني طب قول لي بقى بالمناسبه، تعليقك ايه يا كابتن على قائمه الحكام اللي اعتمدت من الفيفا، الحكام المصريين؟ هو اتحط فيها اعتمد محمود ناجي مش كده؟ اتحط فيها محمود البنا وابراهيم نور الدين ومحمد عادل وامين عمر ومعروف والغندور وناجي وشهنده ونوره سمير. اما هو البديل اللي هي نفس القائمه باستثناء جهاد جريشه دخل مكانه محمود ناجي. لا ومحمود عاشور. ها؟ ومحمود عاشور راح فار. محمود عاشور فار. ما هو راح فار مش حكم ساحه. من السنه اللي فاتت. من السنه اللي فاتت معتمد فار. محمود عاشور فار وطارق مجدي ومعاهم محمود ابو الرجال. محمود ابو الرجال فار. لكن هي ما هو اللي جد عليه محمود ناجي بس مكان جهاد جريش. العدد ده كويس يا كابتن ولا ده دي الكوتا بتاعتك اللي هم السبع حكام، ما هيكش اكتر من كده. دي الكوتا. دي الكوتا بتاعتك، ما عندكش اكتر من كده. يا دي الكوتا يعني. يا كابتن. نتمنى بس ان الفتره الجايه بقى تشهد يعني تطور شويه في موضوع التحكيم والفار. انا عايز اقول حاجه يعني لحضراتكم مهمه جدا، معلش برضو انا بطلع بحلل وبشوف. في حاجه يعني معلش، كثير من الانديه، اللاعبين، الاجهزه الفنيه على عدم درايه بمستجدات قانون اللعبه. وده امر صعب. طب وانتوا ليه ما تعملوش دوره اجباريه في بدايه كل موسم للجهاز الفني والاداري في كل الانديه؟ ما هو ده اللي انا عايز اقول لك. انا مره رحت النادي الاهلي ورحت نادي الجيش ورحت حرس الحدود وكنت رايح الزمالك، بس للاسف الشديد هم تذاكر الماتش بتاع افريقيا اتعدل فسافروا يعني. لا هو بدايه الموسم يكون في اجبار ان لازم يكون الجهاز الفني والاداري اللي قاعد على الدكه معاه شهاده انه حضر هذه الدوره وخلاص. اللاعبين كمان يا كابتن، انت خلي بالك اللعيبه، ما هم دول ينقلوا للعيبه بقى يا كابتن، لانه مش عارف القانون، مش عارف اللعبه دي ليه، عشان الاداري بتاعه مش عارف. لما بيلاقي الاداري بيحتاج هو كمان بيحتاج، لكن لو جه يحتاج فالاداري يقول له يا ابني لا اسكت ما تحتاجش ده هي كده هيسكت. يعني من ضمن الحاجات اللي هي مثلا ماتش الاهلي والزمالك والبنالتي اللي هو اتعاد. ايوه. فالناس قلنا لو ما كان محمد شريف بس اللي دخل وخدها، ما كانش بقيت اللي من الزمالك كمان، يعني كان اللي هيتعاقب بركله حره غير مباشره. ما حدش كان مصدق الكلام ده، ده في القانون. يعني ده قانون. أيوة. مش, أيوة. مش حتى مش حتى مش خلي بالك لما الـ 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 الاداره تنقل اللعيبه هذا التوجه، اللاعب نفسه هو عنده الثقافه ما يقعش في الاخطاء دي يعني. بالظبط بالظبط، وما يعترضش ما ياخدش انذار. لمسات اليد برضه خلي بالك، في مستجدات جت على لمسات اليد، حتى انتوا شفتوا في البطوله برضه بعض الالعاب يعني ما حدش يعرفها، ولو حصلت في الماتش هيعترض ويقول لك ازاي ما تتحسبش. لا هي ما تتحسبش. هو انا بس لو حصل حاجه واحده لو حصلت هتصلح الدنيا. إيه؟ ان الفار ما ينقيش بمزاجه اللقطات اللي تعرض، مش مره جيب لي الهجمه من عند الجون الثاني ويلغي جون او يلغي ضربه جزاء. ما ده قانون بس بيعملها مره ويتغافلها مره. الشناوي هديك مثل صارخ، ماتش بيراميد والاتحاد وقبليها المقاولين والجونه، الكره هنا اتحسبت، هنا رجع الخطا لاصله، ده القانون صح. لان الفار جاب له الخطا من بدايه حدوثه. ما هو خلي لكن لما يجي لما يجي لما يجي خليك معايا، اذا كان الخطا انت خايف من اللي جاي ده. ما انا اسالك بس، اذا كان الخطا اللي هو الفريق بعد ما جاب فرقه جاب الجون،
الفرقه اللي جابت الجون ده اذا كان هذا الخطا اللي ارتكب ضد لاعب من الفريق الاخر استحوذ بيها على الكره. ايوه مفهوم مفهوم. على الكره ما يقدرش يحسبه. تمام يا كابتن. كابتن انا مش قصدي كده. انا لا اناقش نوع الخطا، انا بناقش ان الفار تعقب الخطا من البدايه. ما استناش بقى انه يعرض اللقطه الاخيره. لما يجي في ماتش في حالات تانية يعمل المصري تحديدا والزمالك في الثانيه الاخيره بيتحسب ضربه جزاء للزمالك يسبقها دفعه وفاول لصالح نقوم نيجي نقول اصل الفار ما عرضلوش. ما هو ما عرضلوش، يبقى ده توجه. لا ده الحكم متعاقب، خلي بالك. ما توجه ده مش يتعاقب، ده يستبعد. ما انا بقى ده تعاقب. لان انت دي درجه من درجه. بص يا كابتن شناوي، مش عايزين نجمل الامور، دي درجه من درجات التقاضي. انت لما تكون عندك الوقت انك تشوف اللعبه كامله وتعرض جزء منها، دي على طريقه لا تقربوا الصلاه. لا يبقى انت متعمد، دي مش خطا بس، والتعمد يفقد الصلاحيه، ما ينفعش فيها العقوبه، لابد من الاستبعاد. يعني بص طبعا الكلام اللي بتقوله طبعا ما بيحصل الكلام ده، بس المشكله برضو كان عندك السنه اللي فاتت العدد محدود، كنت مضطر انك تستخدم توقفه شويه. والله يا كابتن لو حتى اقتضى الامر يبقى طقم بيتكرر، بس يكون هنا صح. فير انف. صعب يكون فير انف. خلي بالك التكرار ما بيقبلش في مصر بالشكل اللي انت بتقوله. يا كابتن شناوي، احنا كل اللي يهمنا تحقيق العداله، لكن نسيب الناس تتشكك في كل شيء، ده شيء مرعب. احنا يعني احنا لسه بنقول ايه؟ الاجهزه الفنيه تعرف واللعيبه تعرف عشان تقبل، لكن لما يكون في حاجه بتحصل هنا ما تحصلش هنا، هنا الانتقائيه بقى. الانتقائيه. انت عايز تقول يعني عايز تقول ان ما يحتسب هنا بيحتسب يعني وحد المعايير. على فكره لو بتوحد المعايير ماشي، يحتسب مره هنا وهنا ما يتحسبش. بالظبط، ده نفس الحكم. في المباراه دي ما يحسبش دي ضربه جزاء، بعديها بثلاث اربع ايام يحسبها ضربه جزاء في اتجاه تاني. دي بتفرق، فرقه تطلع فرقه تنزل، فرقه تاخد بطوله فرقه تتحرم من بطوله. هذا امر كابتن شناوي، احنا عايزين الامور ما فيهاش علامات استفهام. هي يعني العنوان بتاع كلام حضرتك ان تريد توحيد القرارات. بالظبط، ووضوحها. لازم يبقى انت اشمعنى دي ما عرضتهاش؟ القرارات تبقى موحده. بالظبط كده، ما يحتسب هنا بيحتسب، وبانذار بانذار، بطرد بطرد، ما يتغيرش، لان دي قرارات ما فيهاش، طالما القانون فيها خلاص. وده هو ده اللي يدي للتحكيم الهيبه. هو ده اللي يدي للتحكيم الهيبه، وده الحقيقه يا كابتن. ده الدرس يا باشمهندس، ده الدرس الكبير من كاس العرب الحقيقه يا كابتن، انه التحكيم نجاح التحكيم. بالظبط كده، من كاس العرب كان الدرس الكبير جدا ان التحكيم فعلا ملوش علاقه بمين اللي بيلعب والنتيجه كام والتاثير ايه والقرار مدى خطورته، مين اللي هيطرد، مين اللي هيتحسب عليه بنالتي، توقيت القرار، كل ده كان ماشي زي السيف الحقيقه. هو يعني ما نقدرش نقلل من كفاءة التحكيم اللي كانت موجوده. انا شايف على راسهم الحكم الالماني. صحيح، يعني شيء عالي جدا. حاجه جميله جدا اداء. وبعدين الشيء اللي كان ملفت في برضه في الناحيه التحكيميه ارتفاع اللياقه البدنيه للحكام. صحيح، كانوا على درجه عاليه جدا من اللياقه البدنيه. اللياقه الفنيه يعني او احتساب الاخطاء طبعا دي فوق فرديه ما بين حكم وحكم، لكن الغالبيه كانوا على درايه جيده باحتساب الاخطاء الغالبيه. عارف حكامنا يعني اول حاجه لازم يتركز عليهم فيها، انسوا والنبي حكايه روح القانون، لان روح القانون ديت الشيطان كله بيسكن فيها. بالظبط، طبق القانون. يقول لك اصل انا طبقت روح القانون، لا انت انتهكت القانون. ما هو ما انا قلت لحضرتك في بدايه الحلقه روح القانون الا تكسر القانون. بالظبط، طبق القانون، سيبك من الروح والتفسيرات اللي بتاعتنا دي، طبق القانون على اي انت مالكش دعوه الدنيا يحصل فيها ايه. احسب اللي انت شايفه او تستشعر الخطر نتيجه الصفاره. بعد المباراه لازم تكتب المباراه انتهت في الدقيقه كذا وانا استكملتها، علشان ما يحصلش مثلا مشكله تتفاقم. يبقى الناس كده تستشعر العداله والتحكيم ياخد وضعه والناس تخاف من الصفاره بتاعته. بالظبط كده، بالظبط كده. ربنا يقويكم ويقدركم، لان التحكيم اهم عناصر اللعبه. بالظبط يا كابتن باشمهندس عدلي، وانا يعني
انا سعيد جدا بالمداخله الجميله دي معاكم بصراحه. شكرا. احنا اللي بنشكرك يا كابتن، كنت اطلت عليكم شويه. لا شكرا جزيلا، احنا اللي استمتعنا برايك يا كابتن، شكرا جزيلا حبيبي. هتشكر جدا يا كابتن، شكرا جدا. شكرا للكابتن والخبير التحكيمي الكابتن احمد الشناوي، وشفنا يعني هذا الانزعاج الحقيقه من انه كل الحكام العرب مش موجودين في بطوله لكاس العرب، يعني البطوله على ارضنا وبين جمهورنا وكل ما فيها عربي وكل ما فيها جميل، والحكام مش موجودين من كل الدول العربيه. باختصار كده هذا بيوضح سياسه ونظره الاتحاد الدولي لافريقيا واسيا والعرب. بتوضح انك انت لما تتجاهل تشابك المواعيد في البطولات الدوليه والاقليميه، ولا تراعي الاتحاد الاقليمي اللي فيه نائب الرئيس بتاعك ولا تراعيه، لما ما تختارش اي حكام من هذه المنطقه لما يعني انت تيجي حتى في استدعاءات اللعيبه، احنا بنتكلم ان الانديه ممكن تقول لك مش هبعت اللعيبه، هل هذا معقول؟ يعني اوروبا لما تهدد بهذا، هل هذا مقبول في عرف مين؟ فانت النظره، ولذلك ما تستغربش كروش واللي بيعملوا معانا. يوسف شاهين قصدك؟ لا متعالي، هو انتوا فكري انتوا مش فاهمينه، الكلام اللي بتعملوه ده خصكم انتوا، لكن انا ليا نظره انتوا مش فاهمينها. انا هلاعب اي حد،